كنت في مرة واحدة تغير تعمل شيء جديد ترسم على وشك ضحكة الفرحة تجيلك من بعيد افرح عدي بخيالك شوف الدنيا بشكل تاني اتجنن لو جنانك يبقى لغيرك يوم مفيد خلي بكرة أحلى كوكاكولا بكرة أحلى كوكاكولا خلي بكرة أحلى كوكاكولا خلي بكرة أحلى مع كوكاكولا مع شريف نور الدين وفريد الخادم على ميجا أف أم. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من خلي بكرة أحلى مع كوكاكولا. والنهاردة حلقة مختلفة جدا 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 عشان هيكون معانا كمان شوية صغيرين هيبقى معانا لارا اسكندر اللي انتوا كلكم مستنينا. ازيك يا شريف؟ أنا سعيد. وأنا كمان. لا سعيد زاد على اللزوم يعني. بس عندي مشكلة الحقيقة. إيه بقى؟ هي مشكلة هي حاجة حلوة ووحشة. إيه هي بقى؟ طيب احنا بقالنا يومين بنقول لارا اسكندر بقالنا أسبوع الحقيقة بس بقالنا يومين يمكن يعني السوشيال ميديا السوشيال ميديا عندنا قوية يعني وشغالين على إن لارا هتكون معانا النهاردة. عمال نقول بقى انا مبسوط جدا وحاجات وبتاع وكده خلاص انا كميه الريتويتس اللي اتعملت لي والنوتيفيكيشن يا نهار ابيض تيتين تيتين لاراتكس ان لاراتكس انا عايز اسلم على لاراتكس دلوقتي مبدئيا انتوا جامدين جدا وهم بس هم عملوا لي تقريبا يعني مش عارف يعني هم زودوني عامه الفولورز فدي حاجه كويسه زودوني الفان بيس زودوني الفان بيس جدا يعني وبعدين لقوني برضو على فيسبوك معرفش ازاي بس يعني عامه هم جامدين جدا. عايز اقول لكم النهارده هيكون معانا زي ما قلنا وبقالنا كذا يوم بنقول اخيرا ولاول مره في خلي بكره احلى مع كوكاكولا لارا اسكندر. وانا حقيقه حابب ان انا اقول لارا اسكندر ما لا اقولش نجم ستار اكاديمي ولا اقول مش عارف هي لارا اسكندر لان هي الحقيقه قدرت ان هي تطلع من مرحله ستار اكاديمي بنجاح لكنها قدرت انها تكمل وتقدم نفسها كفنانه مختلفه ومتميزه وهنعرف منها ازاي عملت كده وهنعرف كمان منها ايه اللي جاي في بالها خصوصا ان لارا كمان مش بس جايه تشوفنا طبعا هي جايه تشوفنا وجايه تسمعكم وجايه تبقى معاكم كل المجاويه وكل الفانز بتوعنا عندها مفاجاه ليكم كبيره قوي. جدا 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 هنعرف عنها اكتر بس استنوا معانا بقى وخليكم معانا لحد الساعه 8 وعشان تبعتوا اي حاجه لارا من دلوقتي اسئلتكم على 1-92-7 او ممكن تكلموها بنفسكم على 38-35-962 وطبعا تويتر هاشتاج ميجا اف ام اي جي او فيسبوك افرح مع كوكا كولا. هنروح نسمع اغنيه ولا اعلانات؟ هنسمع اغنيه وبعدين اعلانات بعدين اعلانات طبعا الله يلا بينا يلا علشان لازم نكون مع بعض عشان شايل انا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد طلوب عواه ايوه ايتونر بدي اتجار السينجو هما لا هنوني وقالوا لي كلنا فرخب صغير من ورق والبحر واللي يركب النهاردة يبقى يجور صح بكرة نصحى بدري هنعدي وناخدك أصل أول يوم وإحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجاح من قلب الضمير مفيش بطاقة مية إنت كل خير على مدى الشوق حكاوينا من ورث الشكوك أهالينا رشة الأشداد
كولا مع شريف نور الدين وفريد الخادم على ميجا اف ام. ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير. فيصل بيحب يفاصل في أي حاجة ومع أي حد، في البنزينة، عند المصورات، مع أبوه، وحتى مع خطيبته. لكن لما حب يشترك في النت وراحتي إيديته، أنا عايز أشترك 6 شهور في النت وأدفع نص التمن واختار السرعة اللي تعجبني. تحت أمرك يا فندم. وأخد الراوتر ببلاش. الراوتر هدية يا فندم. تي إيديته عملت لك عرض النص بالنص، 50% خصم على السرعات الغير محدودة وطلقة لمدة 6 شهور، وكمان راوتر هدية، يعني عرض من غير فصال. اتصل ب 19 37. تي إيديته، إدي الإنترنت لأصحابه. سمعت عن خدمة ماستر كارد موبايل الجديدة؟ ماستر كارد بتقدم لك أسهل وأسرع حل، اللي بيخليك تشتري كل احتياجاتك بالموبايل. ما تشيلش هم كاش واشترك دلوقتي. اتصل الآن ب 19623 للحصول على محفظة فون كاش من البنك الأهلي المصري، أو اتصل ب 500 للحصول على محفظة فلوس من اتصالات. ماستر كارد، عالم بدون كاش. تطبق شروط الاحكام. في 3 سنين ممكن تخلصي قسط عربيه وممكن تعملي مشروع وينجح جدا، واحنا في ستار هاوس في 3 سنين قدرنا نفرح ستات كتير ونوفر لهم اكتر، وبالمناسبه دي عملنا لك خصومات تصل ل 50% على كل مستلزمات البيت، ده غير سحوبات على هدايا كتير كل ويك اند. اتصلي على 16 18 9. ستار هاوس، بيتك زي ما انت عايزه واكتر. انا شفت الغوله بتلعب اولى، حكيت لاخواتي واخوات ايه، يبقى انا فتايه؟ لا حبيبتي، مش فتايه خالص، عشان قالوا عمل اوبشن دايق لموبينيل اللي ممكن تستخدميه جنب نظامك وتكلمي اي رقم موبينيل في اي وقت في اليوم حتى لو رصيدك جنيه واحد بس. قالوا عمل اللي ما اتعملش. موبينيل، دايما مع بعض. موديلات 2015 من سيراميكا رويال الآن بالأسواق، ومن النهاردة والحد آخر السنة سيراميكا رويال عامل تخفيض 55% عند جميع الوكلاء. بمناسبة مهرجان خصومات آخر السنة، للاستعلام اتصل على 19968. سيراميكا رويال، مملكة من الجمال. المثل بيقولك ايه؟ يا واخد القرد على ماله، بكرة يروح المال ويفضل القرد على حاله. ثانية واحدة، هو حضرتك ليه لازم تبقى قرد عشان يبقى معاك فلوس؟ مش لازم. اشحن ب10 جنيه واكتر من اتصالات وممكن تكسب 100 ضعف شحنتك كاش. يسيب القرد في حاله يا اخي. اتصالات، كل يوم جديد. حضرات السادة الافاضل، حضرات السادة المستمعين، انتم على موعد الان مع نجوم حفلات كريسماس الربيع في المهرجان. بتشد شعرك من زهقك، رواق فرفش خبر فكك واسمع ميجا اف ام. ترارابا رواق نفسك، ترارابا ومن ماسكك، ترارابا خبر فكك واسمع ميجا اف ام. ميجا اف ام. خلي بكرة أحلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريد الخادم على ميجا اف ام. لوحدك مع نفسك، بتشد شعرك من زهقك، رواق فرفش خبر فكك واسمع ميجا اف ام. ترارابا رواق نفسك، ترارابا ومن ماسكك، ترارابا خبر فكك واسمع ميجا اف ام. ميجا اف ام. ميجا اف ام 92.7 من راديو النيل. ولسه معاكم في خالي بكرة أحلى مع كوكا كولا، والنهاردة حلقة مختلفة عشان معانا نجمة شابة اللي هي طبعا لارا اسكندر. احنا بقالنا أسبوع عمالين بنقول لكم معانا لارا اسكندر يوم الأربعاء،
طبعا لارا اسكندر يا جماعه زي ما انتم عارفين هي فنانه صغيره جدا في السن وصنعت نفسها بنفسها وبقت شخصيه مختلفه جدا وليها كاركتر مختلفه جدا في سنين قليله جدا. هي كانت نجمه من ستار اكاديمي وخرجت من ستار اكاديمي بقت نجمه اكبر بكتير وبقت كمان يعني حصلت على جوائز كتيره جدا ونزلت سينجلز والبوم والبوم ناجح جدا وسينجلز ناجحه جدا وكسبت جوائز كتير جدا كل ده مثلا في 4 سنين أو 5 سنين. فيعني بجد احنا مبسوطين قوي ان معانا لارا النهارده في الاستوديو. ازيك يا لارا؟ ازيكم؟ هاي. اخيرا ومع... اخيرا انا معاكم انا مبسوطه قوي. قربي بس شويه من المايك او شديه عليك يعني فاين. لارا يعني اولا انا عايزه بس احكي لك زي ما قلت تاني ان انت الفان بيس بتاعتك وكميه الناس اللي بتحبك كتيره جدا ودي اعتقد ان ده اكبر نجاح. يعني انت عملت زي ما احنا قلنا انت الكارير بتاعك هو البوم وسنجلز وستار اكاديمي بنتكلم على 5 سنين مثلا كارير. خمس سنين يعني. والخمس سنين دول انت ما شاء الله عملتي مثلا فان بيس ممكن فنانين كتير جدا بيقعدوا سنين عشان خاطر يوصلوا لها. بتحسي بايه لما بتلاقي كل الناس اللاراتكس ومش عارف ايه بتحسي بايه بجد؟ يعني انا شايفه اساسا كفنانة او فنانة اهم حاجه الفانز عشان لما الواحد بيبتدي مش عارف يعني رد فعل الناس هيبقى ازاي. فما بتشوف ان رد فعل الناس بيبقى كويس طبعا في ناس يعني بيعجبهم شغلي وناس مش بيعجبهم شغلي ده عادي. بس انا بالنسبه لي بشوف انه كل ما مثلا اعمل سينجل وبينجح ده بينجح مش بس عشان انا عملت مجهود والتيم بتاعي عمل مجهود بس عشان الفانز كانوا they were supporting السينجل او الالبوم او whatever. فانا بالنسبه لي وطول الوقت بقول كده اهم حاجه بالنسبه لي الفانز وجمهوري وطبعا الاراتكس عندهم يعني حتى سبيشال في قلبي كمان اكتر من طب تيجي نعمل شوت اوت للاراتكس كده يعني نقول لهم احلى شوت اوت للاراتكس صراحه لان هم عاملين شغل جامد جدا على تويتر وعلى الفان بيج كمان افرح مع كوكا كولا اوريدي البوست ابتدت تنزل على الفان بيج فممكن تبعتوا بوست للارا ولارا يا جماعه قدامها السكرين وشي كان ريد ذا بوست كلها يعني كل حاجه قدامها هو الاس ام اسز قدامك هنقراهم كلهم طبعا. بس تعالوا الاول نقول بصي احنا ما تعودناش تبقي عارفه احنا الشو بتاعنا بيمشي ازاي. احنا الشو بتاعنا في اكتر وقت فاضي في مصر طبعا وما بيبقاش في زحمه خالص اطلاقا خالص عشان كده بنعمل لهم اخبار الزحمه عشان نقول لهم قد ايه ما فيش زحمه. ايه رايك بقى نقول لهم اخبار الزحمه يا فريده؟ هنقول لهم اخبار الزحمه وقد ايه الطرق فاضيه النهارده وتقدروا توصلوا اي مكان انتوا عايزين توصلوه في 3 ساعات ونص بس. فاول حاجه كوبري اكتوبر صعب جدا في الاتجاهين بسم الله ما شاء الله ما تاخدوش كوبري اكتوبر. ثاني حاجه انا مش شايف الاوتوستراد المتجه للمطار من حلوان للقلعه ماشي معقول وزحمه لحد عباس العقاد وبعدين ماشي فول للمطار والعكس من المطار لعباس العقاد ماشي هايل ومش وحش لعباس العقاد وزحمه للمقطم وصعب جدا لحلوان ما تروحوش حلوان. المحور في اتجاه ميدان لبنان من الشيخ زايد للدائري صعب جدا وبعدين زحمه المعتاده لميدان لبنان اما اتجاه الشيخ زايد من ميدان لبنان للدائري معقول وبعدين ما فيهوش مشاكل لحد الشيخ زايد. صلاح سالم في اتجاه المطار صعب جدا والعكس كمان صعب جدا من المطار لكوبري اكتوبر وبعد كده تمام للقلعه وبنرجع بقى زحمه تاني للمعادي. الصحراوي في اتجاه البوابات ماشي فل اما اللي جاي العكس من الرمايه طريقك زحمه لحد البوابات. يلا بقى ايه يعني بصي لا لسه 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 لسه, لسة, لسة. حبيب قلبي الدائري ما اقدرش لا لسه كورنيش النيل اتفضل يا شيف كورنيش النيل طيب من ابراج النيل لوسط البلد زحمه والعكس مش وحش من وسط البلد للدائري معقول والعكس زحمه جدا من الدائري للمعادي والعكس زحمه معقوله ومن المعادي للحلوان والعكس مش بطل. صديق البرنامج ونجم النجوم الدائري حبيبي وبالمصري على الدائري من حازم حسن لوصلة المريوطية وكمان من حازم حسن للصحراوي صعب جدا من وصلة المريوطية للمنيب زحمة من نفق السلام للزراعي ومن المحور للزراعي زحمة أما من نفق السلام لطريق السويس صعب بسبب حادثة من مخرج السخنة للأوتوستراد ومن الأوتوستراد للمنيب زحمة غير كده إيه؟ الدائري زحمة بس بس عايز أقول لكم حاجة والله لارا بتقول والمسؤولية على لارا أنت جاية الطريق كان فاضي؟ بس أنا جيت من بدري قوي اللي هو كان من ساعتين يعني طيب يبقى ما تاخدوش على كلام لارا عادي ان انا ماشي كونفرسيشن عادي جدا عادي جدا كوبري 15 مايو لسه صعب جدا في اتجاه وسط البقيه انت فاهم وصلنا المرحله دي محور بقى صفت اللبن هايل في الاتجاهين طريق السويس في اتجاه مصر الجديده زحمه كالعاده اما العكس معقول ونفق الازهر تمام في اتجاه صلاح سالم العكس في اتجاه وسط البلد مش وحش. دي كانت نشره مرورنا لو عندكم اخبار عن المرور ابعتوا لنا او ابعتوا للارا اسئله احسن وتكلموها وتسمعوا اغاني وتنسوا الزحمه شويه. لارا اول سنجل ليكي او يعني مش اول سنجل بس اول اغنيه بالعربي ايوه كانت هادي كفايه حزنك كفايه
الحكايه. خلي بكره احلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريده الخادم على ميجا اف ام. ميجا اف ام، الاغاني على كبير. وانت عطشان في حاجات ما بتتكلمش، صوتها لوحده بيبسطك، ولما تشوفها وسط التلج وهي بتملى كوبايتك شكلها لوحده هينعشك. كوكا كولا، عيش لانتعاش. المثل بيقول لك ايه؟ بنزين في التانك ولا جنيه في البنك؟ بذمتك ما نفسكش في بنزين في التانك وفلوس في البنك؟ اشتري مني انت بس، اشحن ب 10 جنيه واكتر من اتصالات وممكن تكسب 100 ضعف شحنتك كاش. تمون بقى وتغير زيت، تظبط زوايا، اللي انت عاوزه. اتصالات، كل يوم جديد. في ناس بتحب تصرف، وناس بتحب تحسبها، ناس بتدور على الراحة، وناس بتبص على المساحة، ناس بتحب الألوان، وناس واخدة البساطة عنوان. سواء ده أو ده، الحياة فيها أكتر من كده، الحياة فيها إن أن أوت. دلوقتي إن أن أوت هيغير تفكيرك في نظام فرش بيتك، أفكار عصرية وحلول ذكية تملى البيوت سعادة. إن أن أوت عامل دلوقتي خصومات 25%، يعني توفير زيادة. ما هي الحياة كده، حبة إن وحبة أوت. إن أن أوت 1333، إن أن أوت، اختار اللي يناسبك. انا بصحى 7 الصبح، بلبس وافطر وانزل، المحور واقف عادي، ابص على ايميلات وارد عليها والمحور برضو واقف، بوصل متاخر تمام، باخد كلمتين، شغله ما بيخلصش، اسهر شويه يخلص الشغل يلا نخلص. لو بتحس ان كل يوم بيعدي بيخلص عليك، يبقى دايما هتحتاج تعمل ريفرش. عشان كده عملنا لك السخان الوحيد في مصر بريموت كنترول، بيخليك تتحكم في درجه حراره الميه، ظبط دشك بالطريقه اللي تريحك. مع فريش ما تستهونش بقوه الدش، فكر فريش. سمعت عن خدمة ماستر كارد موبايل الجديدة؟ ماستر كارد بتقدم لك أسهل وأسرع حل، اللي بيخليك تشتري كل احتياجاتك بالموبايل. ما تشيلش هم كاش واشترك دلوقتي، اتصل الآن ب 19623 للحصول على محفظة فون كاش من البنك الأهلي المصري، أو اتصل ب 500 للحصول على محفظة فلوس من اتصالات. ماستر كارد، عالم بدون كاش. تطبق شروط الأحكام. انت ازاي ايديكي مستحمله المايه السخنه دي؟ اعمل ايه؟ ما هو غسيل اطباق وكوبايات بيبقى محتاج مايه سخنه. انت تقدري تستخدمي غساله اطباق زانوسي اللي بتغسل بدرجه حراره عاليه جدا اكتر من اللي ايديكي تقدر تستحملها، فالكوبايات والاطباق مش هيبقى فيها اي جراثيم، وكمان هتقدم لك احسن نظافه ولمعان وحمايه لصحتك وصحه عيلتك. دلوقتي وخلال شهر ديسمبر اشتري اي غساله من غسالات الاطباق زانوسي ل 12 طقم، هتاخدي هديه مايكرويف زانوسي ومسحوق فينش. الحقي عرض زانوسي وفينش واشتري الغساله قبل نفاد الكميه. للإعلان على شبكة إذاعات راديو النيل، ميجا أف أم، راديو هيتس، نغم أف أم، وكالة صوت القاهرة، الوكيل الإعلامي الحصري، تليفون 333-750-22، فاكس 333-750-99. خلي بكرة أحلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريدة الخادم على ميجا أف أم. ولسه معاكم في حلقه خاصه جدا جدا من خلي بكره احلى مع كوكاكولا، حلقه فانز كتيره كانوا مستنيينها، وحلقه كمان اتطلبت مننا لارا اسكندر معانا لاول مره ومش تبقى اخر مره ان شاء الله. ازيك يا لارا؟ هاي، هاو ار يو؟ انا كويسه. كله حلو؟ اه طيب ماشي. استاذه فايده عندها سؤال ليكي. عندي سؤال ليكي، بما ان انت ابتديتي في ستار اكاديمي فعايزين نسالك سؤال عليه. فاكره اول اغنيه غنيتيها؟ Unfaithful. Unfaithful لريانا. اسمعنا. انت اللي اخترتيها؟ اكشلي لا، مش انا اللي اخترتها. على الستيج ولا في الاوديشنز؟ اه في الاوديشن، على الستيج. على الستيج. اه ماشي. طب وفي الاوديشنز غنيتي ايه؟ في الاوديشنز اول اوديشن غنيت اغاني اكشلي لا غنيت اغاني كتيره قوي. غنيتي كذا حاجه مختلفه؟ اه انا فاكره تاني اوديشنز غنيت ايه. غنيتي ايه؟ مش فاكره كله، بس فاكره غنيت اغنيه لداليدا ان فرنش. اوكي. اسمها لامي ستانجيت. اوكي. وغنيت ايه تاني؟ انا فاكره غنيت اغنيه لبريتني سبيرز عشان هما سالوني، بس انا ما كنتش يعني حاضره الاغنيه. مش فاكره اي اغنيه، بس انا فاكره انه يعني they caught me off guard، قالوا لي غني بريتني سبيرز وكنت لازم اغني بريتني سبيرز، ومش فاكره اغانيها مع انه انا هعرف كل اغانيها. بس وقتها طبعا جاني برين فريز وما كنتش فاكره. ما عرفتيش تفتكري اغنيه؟ بس على الستيج كانت Unfaithful، وهم اللي اختاروا الاغنيه مش انا. اوكي، ده كان اول اغنيه انت غنيتيها في ستار اكاديمي. طيب فاكره اخر اغنيه بقى غنيتيها في ستار اكاديمي؟ يعني الفانز هيزعلوا لو ما افتكرتش، فخلوني افتكر اخر اغنيه. اه اترين فام.
اوكي ايوه. انت انا واخد بالي ان انت يمكن الانفلونسرز بتاعتك او كل المغنيين اللي انت بتحبيهم بنتكلم على داليدا, وداليدا مش صوت او مش اغاني سهله تتغنى. بنتكلم برضو على ريانا برضو مش سهله خالص, يبان ان هي سهله بس هي اغانيها صعبه. انت بتحبي تتشالنجي ان انت بتحدي نفسك يعني علشان خاطر تقدمي اغاني اغاني صعبه لجاردس بقى على الاصوات؟ بس انا يعني انا لو سالتني مثلا من 5 سنين كنت اقول لك احب تتشالنج ماي سيلف طول الوقت. دلوقتي هقول لك فعلا احب تتشالنج ماي سيلف, بس مغني ومغنيه لازم يعرف مش عايزه اقول حدوده عشان انا قدرات صوته قدرات صوته يعني كل واحد بيشوف انه ايه بيليق على صوته. always challenge yourself. بالعكس يعني انا اللي بغني دلوقتي ما كنتش اقدر اغني من 3 سنين او 5 سنين. ف يعني بنتطور, الصوت بيتطور ولا اختياراتك انت بتتطور؟ لا الصوت بيتطور لو بتشتغل على صوتك وبتشتغل على نفسك. ف I think بحب يعني to challenge myself, بس كمان يعني بحب اختار اغاني بتليق على صوتي او بتليق على التكنيك بتاعي كده يعني. ف مين الانفلونسرز بتاعتك؟ مين اكتر حد يعني كل مغني دايما بيبقى ليه مثلا الايدل بتاعه اللي هو طول عمره انا نفسي ابقى زي فلان. انت مين بقى الايدل؟ الغريب انا ما عنديش شخص معين يعني I was very كنت inspired قوي من ناس كتير قوي يعني مثلا بموت في داليدا. اوكي. وتربيت على اغاني داليدا في البيت. ومثلا بحب كريستينا اجلير قوي, مع انه انا عارفه انه شيز نوت يمكن معروفه زي ما كانت قبل كده, بس انا انا فاكره اول يوم كان عندي مثلا 10 سنين وبابايا جه البيت واشترى لي الالبوم بتاعها وعرفني عليها, قال لي البنت دي عندها 16 سنه. ده جيني ان باطل جيني ان باطل. وقال لي بصي اسمعي البنت دي عندها 16 سنه. هي كريستينا اجليرا يعني من احلى الاصوات. بس هو بيقول لك هي عندها 16 سنه ليه؟ عشان يوريني ان هي كانت صغيره وكانت قادره واسمعي صوتها وصلت اللي هي عايزاه. اكزاكتلي بالظبط زيك. انت ابتديتي برضو عندك تقريبا 16 سنه؟ كان عندي 18. 18 صغيره برضو. بس ده يلفت نظري لحاجه, ان اهلك ان والدك كان عايزك تكوني في ده, هو يعني شايفك في الطريق ده, هو شايف فيكي الباشن لده او شايف فيكي موهبه دي, ولا هو عشان اساسا مثلا ممكن يكون بيحب الفنون او كده فحب ان هو يزقك في التراك ده؟ بص يعني انا اهلي كانوا حابين يزقوني في الطريق ده مش ك يعني مش كشغل مش كبروفيشن يعني. انا بابايا بيغني كهوايه بالظبط. باباكي بيغني؟ بابايا بيغني وجدي كان بيغني كمان. ف يعني انتوا عيله فنيه بقى كلكم بتغنوا كلنا ما شاء الله. فهو حب يعني يحط المزيكا جوايا يعني يعرفني على مغنيين كتار وطول الوقت يسمعني حاجات يمكن انا في سني ما كنتش يعني ما كنتيش تعرفيها. اكزاكتلي. بس ك to pursue this ك career يعني انه اعمل تبقى شغلة بتاعتي دي كانت طبعا مش بقول ان هم اعترضوا خالص, بس يعني طبعا اخذ وقت عشان يتعودوا كمان انه ابقى في المجال ده. بس الحمد لله دلوقتي احنا دي قصه بقى. انت اصلا انت مش بداتي مثلا جربتي ورحتي عملتي اوديشنز وكده, رحتي بتاع اكاديمي يعني. انت يعني فجاه بكره الصبح العالم العربي كله بيتفرج عليكي لايف باهلك يعني فاهمه. وقتها ما كانش فيه اصلا اي برنامج ممكن اي حد عنده موهبه ان هو يتقدم بيها غير ستار اكاديمي. انت وقعدتي تقريبا انت قعدتي لحد الاخر يعني انت كنتي ستار فعلا في ستار اكاديمي, قدرتي توصلي للاخر جدا للفاينلز. فيعني ده معناه ان انت تالنتد جدا. فهم اتعرفوا على ان انت هتبقي فنانه كده اهو لايف مع الناس. بالظبط. يعني انا دخلت انا فاكره كمان احنا بنقعد بنقعد شهر مع بعض قبل ما ندخل ستار اللايف. يعني بيبقى في الاوديشنز وكده, فبنسافر لبنان وبنرجع يعني بنعمل كذا حاجه قبل ما نروح. ف يعني اهلنا مش بيعرفوا ان احنا اتقابلنا لغايه ما نكلمهم يوم قبل البرايم نقول لهم. ف كمان اهلنا قاعدين مش عارفين لو احنا اتقابلنا ولا لا. فطبعا بالنسبه لهم كانت حاجه, وبعدين كمان بالنسبه لهم حاجه مختلفه وحاجه غريبه انه كل حد بيتفرج على بنتهم في نفس الوقت. يعني انا فاكره مامتي كانت بتحكي لي ان مثلا تطلع من البيت ثانيه صاحبتها تكلمها لارا بتاكل دلوقتي لارا بتنام دلوقتي لارا بتتكلم. بس بالنسبه لها اتليست مطمنه عليكي وشايفاكي يعني شايفاكي قدامها زي سكايب كده قدامها على طول لايف. يعني كانت طول الوقت يعني ما عندهاش مشكله. حتى عمتي بتحكي لي انه كانت انا كنت بنام ولسه بتتفرج على التلفزيون وعمي بيقول لها طب انت ليه بتتفرجي خلاص يعني هي نامت هنعمل ايه دلوقتي. فايتس كايند يعني. عامه بما ان انت اتكلمتي على داليدا وانك بتحبيها نسمع حلوه يا بلدي ونرجع تاني. اي حاجه عايزين تقولوها لارا ابعتوا لنا على 1297 وبس. كلمه حلوه وكلمتين
نور الدين وفريدة الخادم على ميجا اف ام. رقم الاس ام اس 1927 اللي بتبعتولنا عليه. ويا جماعة في كمية اس ام اس هستيرية. فمبدئيا يعني مبدئيا سوبر اكسايتد لارا فور يور كونسرت ده احمد صباغ. وفي حبيبه قلبي يا لارا بموت فيكي نجمتي الغاليه ارجوكم وصلوا سلامي. عامه هي المسج قدامها. طب بصي بقى انا هتفق مع لارا اتفاق. اي مسج بالانجليزي هتقريها او اقرا بالعربي ليلى هنقعد ساعتين بس يلا بينا يلا نقرا بالعربي لحد الساعه 12 بالليل ان شاء الله. يلا بينا ماشي. طب يلا لارا بجد اوكي سو ناو وي هاف ذا مسج يعني قدامك الاس ام اس يلا اتفضلي. لارا وي لاف يو سو ماتش بيست اوف لك يو ديزيرف اول ذا بيست احمد صباغ ثانك يو سو ماتش احمد. اي هاز ا بيج فان احمد هيوج فان كنت لسه اقول كده هي ريلي يعني طول الوقت ان كونتاكت معايا على تويتر و اونستلي ثانك يو سو ماتش وثانك يو سو ماتش كمان لكل حد اللي طول الوقت ان كونتاكت معايا وانا طبعا بحاول ابقى ان كونتاكت معاهم بس للاسف انا والسوشيال ميديا مش صحاب قوي فيعني بحاول قد ما اقدر ابقى مع ان ما يبانش انت يبان ان انت اكتف برضه يعني نسبيا حتى على انستغرام وكده بس يعني ممكن ابقى برضه مشغوله بحاول. في برضه حنان ماما حنان بتقول لك ربنا يحميكي ومستنيين منك الجديد. وفي برضو احمد از اون فاير. وفي برضو مين تاني في حد عارف الاسرار بتاعتك واضح جدا وبيقول ان هو هي كانت ويت فور حاجه معينه هو مش قادر يستنى حاجه هنتكلم عنها بعد شويه وكده ملهاش اي علاقه بالمزيكا خالص المفاجاه خالص اطلاقا ولا ليها علاقه ان لارا هتغني خالص هي لارا جايه تتكلم عنها على الزحمه وهنقول لكم. طيب عايزين نرجع تاني لموضوع حب والدك وجدك لرونا ان انتوا واخدينها كده فبالتالي ما كانش مفاجاه قوي ان انت تبقي في نفس المجال. هما كان عندهم بس مشكله يمكن معينه او يعني كان ما كانوش لسه بمنتهى السهوله زي اي اهل طبيعي ببنتهم الصغيره في السن جدا ان هم يتقبلوا ان هي هتشتغل في عالم الفن بالظبط. تمام. وحاجه تانية كانت لارا بتقول لي اوف اير انه كنا بنتكلم على موضوع ان لو الاهالي بيبقوا عايزينك تخشي في المجال اللي انت عايزاه بس لازم برضو تدرسي فانت كنت هتدرسي اعلام. ايوه وبعدين بدرس اعلام وكنت فعلا بتدرسي اعلام وبعدين دلوقتي بتدرسي مزيكا. ايوه احكي لنا بقى على اولا هل هما سبورتنج ان انت بتدرسي مزيكا دلوقتي؟ Honestly, هما they're very supportive. يعني أنا كمان لازم أقول حاجة إن أنا الحمد لله I was blessed with parents بيعملوني أنا وأختي كأننا كبار يعني مش كأننا عيان يعني بيسمعونا عايزة تعملي إيه طب give us a reason يعني بيكلمونا very realistically. بالظبط. فأنا دخلت أعلام عشان أول حاجة طبعا ما كانش في مزيكا في الجامعة بتاعتي في الأول. وبعدين كان الديل مع أهلي إنه يعني اعمل حاجه تانية في الجامعه واشتغل في نفس الوقت. وبعدين من سنتين في الجامعه بتاعتي فتحوا الميجر الميوزك فقلت لاهلي انه خلاص هغير الميجر بتاعي وما كانش عندهم مشكله خالص. ودلوقتي خلاص يعني الحمد لله تو سيمسترز وهبقى هتتخرجي اخيرا وبعمل ميوزك فعلى الاقل يعني بدرس حاجه بحبها وحاجه انت اوريدي تشتغلي فيها وده المجال اللي انت عايزاه فاكيد هيفيدك طبعا. وحاجه كمان مهمه جدا انه في المجال ده هو مش بس هنا ونيجي في الراديوز ونعمل بروموشن وحاجات كده هو الواحد لازم طول الوقت يتعلم ما فيش ليميت للادكيشن الميوزك ادكيشن ما فيش حدود فعلا للتعليم. بالظبط. فدلوقتي كمان لما بروح استوديوز بتعامل مع البروديوسرز وكده بطريقه مختلفه زي ما ممكن يعني كنت اتعامل معاهم من سنه او سنتين بتعلم طول الوقت حاجات جديده. فبالنسبه لي يعني انت بتروحي استوديو مش مجرد بتشتغلي انت كمان في مدرسه في فصل. بالظبط. طب انت بتلعبي مزيكا؟ يعني بلعب بيانو شويه. اوكي. وفي الجامعه لازم اخد دروس آلة بيانو. تدرسي آلة معينة. طب وعاملة ايه في البيانو؟ بعد يعني لو شايفين انا عادة متعودة انه ماي نيلز ار ريلي لونج. تطويلة فلازم تقصيهم لو بتلعبي بيانو. لازم اقصهم للاسف. طيب لارا واضح ان اهلك والدك مش بس ان هو كان سعيد بان دخولك المجال وساعدك كل حاجة ده غنى معاكي كمان وعمل معاكي دويتو. ايوه. ايه الموضوع ده؟ الموضوع انه انا عملت زي بروميس لنفسي انه لما اعمل اول البوم بتاعي ده يعني ده كان من زمان ده كان عندي 10 سنين قلت لما اكبر يعني لو بقيت مغنيه لو عملت البوم اكيد لازم اعمل دوات مع بابايا. اوكي. وده اللي عملناه واكشلي كانت هو ما كانش عارف يعني انا كنت بعمل البوم كان فيه اغنيتين لازم يعني نسجلها ونعملها وبعدين كلمت مع البرودكشن هاوس بتاعتي وبعدين رحت له قلت له هنعمل اغنيه مع بعض ف
let's you know let's work on this. وهو قالك اوكي طب حاضر يلا بينا. هو لا يعني هو طبعا كان مبسوط قوي, وهو بالنسبه له كمان ان احنا نغني مع بعض كان. انتوا اصلا متعوده تغني معاه؟ اوكي. يعني انا اول مره دخلت استوديو كان عندي 4 سنين. أوكي. هو اللي اخذني استوديو وسجلنا اغنيه من الادن مع بعض. انهي واحده؟ هول نيو وورلد. هول نيو وورلد الله. انا بحب الادن. مش هقول لك تغنيها. لا اكيد هتغنيها, بس الاول هنروح نسمع الاغنيه, نسمع الدوات اللي احنا عاملين نقول لكم عليه بتاع لارا و اللي هو اسمه ايه بقى؟ اميتشي دي سامبري. مالهم؟ فريندز. اوكي. ده الترجمه الحرفيه يعني؟ اوكي. فريندز فور ايفر. اشمعنى الاغنيه دي؟ Actually, الأغنية دي كانت مكتوبة مخصوص عشاننا من a friend of the family. صديق للعيلة. من إيطاليا. Well, he's a very well-known songwriter يعني في إيطاليا, وكتب الأغنية دي بالذات الكلام على حياتنا مع بعض وعلى كتب على علاقتك أنت وبابا. يبقى احنا هنخلص وترجميها. بالظبط. باي. راكونتا دي تي دي كومي ستاي سي اون تشيلو كادوتو Lo sole verrà sopra la pioggia, tu vedrai rinascere il sole. Io quel dolore e poi canto con te. Un cuore che avrebbe voluto cantare, piangevo di notte perché dovevo andare, parlare di cose distanti da me, viaggiare in un cielo, dimmi perché, tu lo sai, di sera cantavo insieme a te. E quella la parte più vera che ho, che ho sempre voluto fosse tua, mio piccolo amore. Io sono la stessa bambina che allora sentiva la tua voce calda, sincera, quando mi insegnavi che rispetto l'amore sono i veri diamanti per cui dare il cuore. Perché a volte paura ne ho di proteggere questo mio cuore che ora canta. مع شريف نور الدين وفريد الخادم على ميجا اف ام.
ميجا اف ام الاغاني على كبير. المثل بيقول لك ايه اليومين دول؟ اللي اتكسر ما يتصلحش. يعني ايه اللي اتكسر ما يصلحش؟ ده كلام فارغ. اشحن انت بس ب 10 جنيه واكتر من اتصالات وممكن تكسب 100 ضعف شحنتك كاش. وهات يا حبيبي واكسر وصلح زي ما انت عايز. اتصالات كل يوم جديد. معرض مرمو ماك وسمتر افريقيا والشرق الاوسط من 11 الى 14 ديسمبر، مركز المؤتمرات مدينه نصر. المعرض الدولي للرخام والجرانيت وتكنولوجيا تصميم الات الحفر ومعدات البناء والمعدات الثقيله. مرمو ماك وسمتر افريقيا والشرق الاوسط. الملتقى الدولي للمصدرين، الاستشاريين، المهندسين، المعماريين، رجال الاعمال وشركات العقاريه. معرض مرمو ماك وسمتر افريقيا والشرق الاوسط من 11 الى 14 ديسمبر، مركز المؤتمرات مدينه نصر. لنبني معا مستقبلا افضل. يا شريف احنا مش ملحقين، الشغل كبر قوي واحنا محتاجين على الاقل 5 عربيات نقل. 5؟ انت عارف دول بكام؟ كده الميزانية هتعجز معانا. واللي يجيب لك العربيات من غير ما تبوظ الميزانية. ازاي؟ دلوقتي سي اي بي بيقدم لك برنامج تمويل بيساعدك انك تشتري عربيات النقل، المعدات التقيلة، الاتوبيسات واي عربيات بتخدم نشاط الشركة. لا وايه؟ البرنامج ده بيمولك لحد 5 مليون جنيه، ونظام التسديد بيوصل لاربع سنين، ايه رأيك بقى؟ انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا متأكد. لا لو كده بقى اطلب لي 19 3 6، ولا اقول لك بينا على سي اي بي. الثقة أهم أسباب النجاح مع قطاع الخدمات المصرفية للأعمال من سي اي بي. سي اي بي، بنك نثق فيه. تطبق شروط الأحكام. يا أهلا بكم في نشرة أخبار بوجو بلس. لو معاك بوجو بلس ممكن تروح دلوقتي المطاعم أبو السيد، سيتي ستارز، المعادي، سان سيتي مول، الجونة، اسكندرية وشرم الشيخ، واستمتع بالطعم المصري الأصيل واحصل على طلبين من المنيو بسعر واحد، أو اشتري بوجو بلس وانت هناك واستعمل الكوبونات في نفس الزيارة. نزل تطبيق بوجو بلس دلوقتي على موبايلك واستمتع بقسائم شراء مجانية بقيمة 10,000 جنيه مجانا، أو اتصل بينا على 16795 للحصول على نسختك من بوجو بلس. يعني هتدلع نفسك واللي معاك في أماكن وماركات عالمية، 2 بسعر واحد لحد آخر 2015، واستمتع بأكثر من 1350 كوبون في أقوى المطاعم والكافيهات والفنادق ومراكز الصحة والجمال والصيدليات واكسسوارات الكمبيوتر والموبايلات ومراكز الترفيه وخدمات تانية كتير. يعني هتعيش حياتك مع أسرتك وأصحابك بكوبونات بوجو بلس، 2 بسعر واحد في كل حاجة بتعملها أو حتى نفسك تعملها. بوجو بلس، ضعف الإثارة، ضعف التوفير. اتصل على 16795. السنة الجديدة اشتري ب 250 جنيه من سبيريز وادخل سحب على قسيمة شراء ب 1000 جنيه. تفتكر ب 10 جنيه في اليوم ممكن تعمل ايه؟ تجيب شوكولاتة؟ أو تصبر نفسك ببرجر؟ أو تجيب رن التليفون وتعيش الدور؟ ولا ب 10 جنيه في اليوم يبقى لك دور؟ ب 10 جنيه في اليوم مع برنامج حياة كريمة من بنك الطعام وبنك الشفاء المصري، هتوفر لأسرة احتياجاتها من الأكل والدواء علشان يبقى ليهم دور زي ما احنا لينا دور. احنا عرفنا دورنا، يا ترى انت دورك ايه؟ للاستفسار اتصل على 160 60 او 166 55. الساعة دي لكل مصري شاب الحياة روح المدني، كلام مهم لأهل بلدي ونتناول كل مصري أصيل. تعالوا نحكي نسأل نفكر ازاي نعدي خطوة لقدام، ايدك في ايدي لازم هنوصل مشوارنا يبدا خطوة لقدام. خطوة الرئيس من 10 ل 11 الصبح مع محمد فهمي على ميجا اف ام. على ميجا اف ام.
1927 رقم الاس ام اس و 38335962 هي دي التليفون واس ام اس لميجا اف ام اللي تسمعوا عليها. خلي بكره احلى مع كوكا كولا. ساعه بسرعه عدت جدا مع لارا اسكندر ضيفتنا ونجمتنا النهارده في البرنامج. منورانا. مبسوطه؟ مبسوطه ولا لا؟ لارا مكسوفه يا جماعه. هو في يعني وشها مش احمر وشها بقى بامبا يعني ليه يعني؟ ممكن اسال سؤال بس يعني أيوة. بره الموضوع خالص يعني. دلوقتي انت بتطلعي على ستيج ورحتي ستار اكاديمي مسخره كان بالعالم كله كان بيشوفك كبيره. بتتكسفي ازاي؟ وكسبت جوائز. عملتي ايه؟ بتتكسفي ازاي يعني؟ هاو يو ستيل بلاش يعني؟ انا مش فاهم. بص كل حد اللي يعرفني كويس عارف ان انا سكيزوفرينيك يعني. الشخصيه بتاعتي اون ستيج او على المسرح مش بتبقى نفس الشخصيه اللي بتشوفها اللي في الحقيقه. يعني انا المسرح بالنسبه لي طريقه ممكن ابقى حد يعني مش انت يعني حد قوي يعني مش خايفه وكده بس يعني العكس الحقيقه مختلف. على فكره ناس كتيره جدا كده. معظم على فكره في فنانين كتير قوي كده وبيبقوا معظمهم كده ولما بتلاقيهم في انترفيوز وتبقى مثلا ممثله بتعمل ادوار بقى قويه جدا وبتغني اغاني فظيعه جدا وبنشوفها في انترفيو زي مثلا ميريل ستريب يعني هي وحشه اون تي في ولما تتفرجي عليها في الانترفيوز هاديه جدا ولطيفه جدا وبتتكسف قوي وبتقودي ميريل ستريب يعني. طيب معانا بقى تليفون. الو الو سما ازيك؟ هاي سما معاكي لارا. هاي سما. Hi Laura, أنا سيف حمزة's cousin وكنت كسبت about the girl album بس. Hi أبي أكيد أنا فاكراكي. How are you؟ كويسة؟ أنا كويسة. I'm super excited for the concert بجد مش مستن مش قادرة استنى لغاية يوم 14. أنا excited كمان. ومش قادرة استنى بقى أشوف هتعملي إيه وسونجز جديدة ولافبيرد أكيد it's gonna rock. Thank you so much. شكرا. وعايزة أقول لك كمان early happy birthday. Thank you. Thank you so much. May all your dreams come true. Thank you so much, Sama. Thank you very much. انت عيد ميلادك يا لارا؟ 3 ديسمبر. 28 ولا؟ 18 ديسمبر. مبسوطة إني كلمتك بعد فترة تاني. أنا مبسوطة إني سمعت صوتك سما. Thank you so much. ميرسي جدا ليك يا سما نورتينا. أي حد عايز يكلم لارا زي سما ممكن يكلمنا على 38 35 962. عايز أروح لتويتر عشان في تويتس كتيرة جدا جاية لنا على هاشتاج ميجا اف ام اي جي. في بوسي لاشين بيسلم عليكي وعامل هاشتاج لاف اند فورجيت وفي هاله محرم وطبعا احمد صباغ اون فاير وبرده فرح محمد خرش واما ومين تاني مين ديليفر يور تويتس تو لارا لايف اون اير ده محمد مجد الدين برده محمد موراش مولارش اوكي فيري سبورتيف وكمان هو عمل اللوراتكس بيج على تويتر فهو يعني هيز اونستلي كلهم اونستلي يعني بموت في كلهم they're all amazing و thank you so much. هو بيقول بقى ايه بقى؟ بيقول I usually tweet this all the time however I really find myself a lucky fan because I have Laura Skandar I'm so proud of you. يعني هو بيقول ان هو على طول بالظبط بيعمل تويتنج بالكلام ده طول الوقت لكن هو شايف ان هو معجب محظوظ عشان هو معجب ايه الكلام ده؟ بلارا سكندر كلام كبير جدا. انت عايز كده اهو انت عايز سقف حد ده. يعني لا كلام كبير 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 يعني مش معقول. وفي برضه امنيه زكي عايزين نسلم عليها بتقول لك سو براود كله فخور بيكي جدا يا لارا. بيتهيألي ده لان انت يعني يونج ستار مغنيه صغيره وفانز كتير ليكي شباب وصغيرين وشايفين ان انت حققتي حلمك ودي حاجه بتبقى يعني انسبايرنج جدا لكل الناس اللي من جيلك ان هم يبقوا شايفين حد ملهمه يعني ملهمه جدا بالظبط انه يبقوا شايفين حد صغير وقدر يحقق حلمه. لارا اول البوم ليكي هو اللي قدمتي فيه My Mission Is You هو اللي قدمتي فيه Chains ايوه ودول كمان الفيديوز اللي اتصورت ليكي والفيديوز دي كانت مختلفه جدا كانت مبهره وكان ريسك برضو ان انت بتقدمي فيديوز مع مخرج اجنبي ريكي وهو مخرج اجنبي واكيد طبعا كان في انتقادات طب ليه ما تشتغلش مع مخرج من لبنان او من مصر أيوة. او احكي لنا على الالبوم الاول وعلى تجربه الفيديوز دي. الالبوم طبعا هو about a girl الالبوم about a girl اول حاجه هو الشغل مع ري ابتدى انه جان ماري كان اشتغل معايا مره
وكان حابب شغله قوي فقال لي طب بصي جان ماري هو جان ماري رياشي اللي هو يعتبر البروديوسر بتاعي بالظبط المنتج الفني ليكي فهو كان اشتغل معي قبل كده فقال لي طب شوفي شغله شكيت طبعا شفت اشتغل مع ليلي جاجا وبيونسي وشغله كان حلو مش بس الاسامي الكبيره دي اللي كان بيشتغل معاها فعملنا اول سينجل مع بعض وبعدين انا بالنسبه لي اللي كنت بقوله طول الوقت للناس اللي بيسالوني طب ليه ما تشتغليش مع حد مخرج عربي انا بالنسبه لي الجنسيه بتاعته او هو جاي من اي بلد دي ما تهمنيش انا بالنسبه لي النتيجه والشغل ده يهمني وحد كمان اعرف اشتغل معاه انا من النوع يعني دي ممكن تبقى حاجه كويسه او حاجه وحشه لما بتعود على شغل حد وفعلا شغله عاجبني بحب اكمل معاه متحبيش تغيري مش بحب اغير بس يعني ببقى حاسه انه هو فهمني وانا ارتحتي اكتر برتاح اكزاكتلي فانا ارتحت قوي مع ريف عملنا اربع فيديوز مع بعض عملت سي ذا بيوتي عملته مع حد تاني مع مخرجه تانيه اكشلي وبس الاربعه دول فالينج اوت اوف لاف تعالوا خلنا معايا مش نجي وتشينج تشينز عملتهم مع ري وانا بالنسبه لي يعني دلوقتي الفيديو اللي هعمله ان شاء الله جاي لسه مش عارفة هو اي واحد هجرب حد تاني ممكن يبقى من وطن عربي ممكن من برا مين المخرجين اللي بتحبيهم في وطن العربي؟ بحب اتنين مين بقى؟ نادين لباكي انت متاكده اي واز بوزيتيف انك هتقولي نادين لباكي انا يعني اللي هو طب انا كنت انا كده برضو بس ليه تفتكري شخصيتها عشان شخصيتها جدا ولان نادين لباكي تالنتد موهوبه جدا طبعا شغلها رهيب ولايقه على عليكي يعني انا شايفه شغل ما بينك انت ونادين لباكي ان انتوا ممكن تطلعوا حاجه مع بعض شايفينه مختلفه انا وشريف شايفينه وخلاص كده كملوا مين تاني وليلى كنعان ليلى كنعان طبعا انتي تمام اي بيلي لايك يعني انتي عايزه الحاجه الفنيه بس يعني انا مور ذان اوبن انه اشوف مخرجين تانيين يمكن ما اعرفهمش عشان انا كمان عشان نبقى يعني اونست انا ما اعرفش كل المخرجين هنا في الوطن العربي ولا اعرف اللي بره يعني انا مش بركز قوي في الحاجات دي فلو لقيت حد تاني مصري غير مصري لبناني اي حاجه قدمني حاجه كويسه احب اشتغل معاه طبعا طيب انت لما بتشوفي فيديو وخلي بالك ان الفيديو اتغيرت على مدار السنين واللي بقى كان بيبهرنا من سنتين مش هيبهرنا دلوقتي انت ايه اللي بتشوفيه في الفيديو الناجح بالنسبه لك الميوزك فيديو اللي يشدك في العالم وهنا بس انا بالنسبه لي الميوزك فيديوز اللي بتشدني حسب الكرياتيفيتي يعني انا مثلا ساعات ممكن تسمع اغنيه ويبقى كاتشي قوي او تسمع اغنيه وبعدين تحسي انه اكيد الفيديو بتاعها هيبقى عامل كذا 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 وبعدين لما السينجر ده يطلع الفيديو يبقى حاجه مختلفه جدا out of the box انا بالنسبه لي الحاجات دي حلوه بتعجبك قوي يعني طب ايه مثلا اخر فيديو شفتيه مثلا لحد بره او هنا مش فارقه يعني في الوطن العربي او بره شفتي فيديو لمغني او مغنيه انت بتحبيها وقلتي ايه ده الفيديو ده تحفه بيونسي 7-11 اوكي و شاري اللي ورتها لي بجد شاري كلاني شاري طبعا 1984 طيب احنا لسه مكملين مع لارا بس هنروح بقى نسمع اغنيه من الالبوم بتاعها اباوت ذا جيرل بالظبط اغنيه تشينز ونرجع لكم تاني ورقم الاس ام اس 1927 يلا بينا See you next time.
from the start, auditioned and I got the part. You're liking what you see. Before it was all about me. You sprinkled on and I prayed you. Look what you created in me. You got me out of control. I can play that role. It's been what you wanted me to be. It was coming all along. Coming on strong. I'll hold you down. بيحب يفاصل في اي حاجة ومع اي حد، في البنزينة، عند المصوراتي، مع ابوه، وحتى مع خطيبته. لكن لما حب يشترك في النت وراح تي ايديتا، انا عايز اشترك 6 شهور في النت وادفع نص الثمن واختار السرعة اللي تعجبني. تحت امرك يا فندم. واخد الراوتر ببلاش. الراوتر هدية يا فندم. تي ايديتا عملت لك عرض النص بالنص، 50% خصم على السرعات الغير محدودة وطلقة لمدة 6 شهور، وكمان راوتر هدية، يعني عرض من غير فصال. اتصل ب 1937. تي ايديتا، ادي الانترنت لاصحابه. يا علي بيه مش هينفع كده، المدرسه بقت السنه دي ضعف في العدد، لازم على الاقل 5 اتوبيسات جداد. 5؟ منين يا اسطى جابر؟ منين؟ حضرتك اكيد سمعت عن برنامج تمويل النقل من السي اي بي. وده بيعمل ايه يا باشا؟ ده برنامج تمويل يساعدك تشتري الاتوبيسات بكل انواعها والنقل والمعدات الثقيله واي عربيات بتخدم نشاط الشركه. لا وايه، البرنامج ده بيمولك لحد 5 مليون جنيه ونظام التسديد بيوصل لاربع سنين. اظن كده مالكش حجه. انت متاكد من الكلام ده؟ امال متاكد؟ لا لو كده بقى اطلب لي 1936 ولا اقول لك بينا على السي اي بي. يلا بينا يا باشا. الثقه اهم اسباب النجاح مع قطاع الخدمات المصرفية للأعمال من CIB. CIB بنك نثق فيه. تطبق صورة الأحكام. سمعت عن خدمة ماستر كارد موبايل الجديدة؟ ماستر كارد بتقدم لك أسهل وأسرع حل، اللي بيخليك تشتري كل احتياجاتك بالموبايل. ما تشيلش هم كاش واشترك دلوقتي. اتصل الآن ب 19623 للحصول على محفظة فون كاش من البنك الأهلي المصري، أو اتصل ب 500 للحصول على محفظة فلوس من اتصالات. ماستر كارد، عالم بدون كاش. تطبق شروط الأحكام. بعد تألق بورسلين ماجستيك بمعرض ICS الدولي، لسه تخفيضاتنا مستمرة على أحدث تصميمات وموديلات 2015. زورونا الآن في إحدى معارض بورسلين ماجستيك أو لدى أقرب الموزعين والوكلاء لتحصلوا على خصومات تصل ل 50% على سيراميكا بولونيا وسيراميكا لابوتي وسيراميكا ستار. بورسلين ماجستيك، الراعي لحملة اشتري المصري. لمزيد من المعلومات اتصل على 16527. بورسلين ماجستيك، الأولى في مصر. في ناس بتحب تصرف، وناس بتحب تحسبها، ناس بتدور على الراحة، وناس بتبص على المساحة، ناس بتحب الألوان، وناس واخدة البساطة عنوان. سواء ده أو ده، الحياة فيها أكتر من كده. الحياة فيها إن أن أوت. دلوقتي إن أن أوت هيغير تفكيرك في نظام فرش بيتك. أفكار عصرية وحلول ذكية تملى البيوت سعادة. إن أن أوت عامل دلوقتي خصومات 25%، يعني توفير زيادة. ما هي الحياة كده، حبة إن وحبة أوت. إن أن أوت 1333. إن أن أوت، اختار اللي يناسبك. أخبار صفقات حوارات، لسه الموسم طويل سخن البطولات. ليه تجري ورا الكورة تتعب نفسك
وتسافر خليك دايما في الصورة وهي ملعب الشاطر افريقيا ودوري وسوبر واوروبا خليك فاكر ترقيصة وباصة واوبر وهي ملعب الشاطر ملعب الشاطر كل يوم من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح مع اسلام الشاطر على ميجا اف ام خلي بكرة أحلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريد الخادم على ميجا اف ام ولسه معاكم في خلي بكرة أحلى مع كوكا كولا لحد الساعة 8 ومعانا النهاردة لارا اسكندر في الاستوديو منورانا وبجد مبسوطين قوي بس بقى ان لارا معانا يعني فانا شايفه انه حان الان موعد ان انت تغني لنا اغنيه فبما ان انت غنيتي قبل كده في ستار اكاديمي حاجه بالعربي وقلتي ان انت بتحبي داليدا فايه رايك لو تغني لنا حاجه لداليدا بصي هخلي لك الاغاني بتاع داليدا للمفاجاه بتاعتنا اوكي ماشي أوكي. بس ممكن نعمل مفاجاه ثانيه اللي هي ممكن إيه؟ اغني جزء من الاغنيه الجديده بتاعتي الفان سمعوها اونلاين فاغني نفس الجزء ده بس عشان ما احرقش الباقي اوكي يلا طب بس خلي بالك من حاجه عشان بس واضحين بس من الاخر ان انا هنا وقفه اوكي ايه بقى دلوقتي يا جماعه انتوا هتسمعوا لاول مره عرضه. جزء من اغنيه جديده لارا اسكندر اللي اسمها Love ايه Birds. Lovebirds عصافير الحب اوكي وهي سمعتها بس للفانز بتوعها اونلاين لكن النهارده على ميجا اف ام 92.7 يعني على الراديو في اي حته في الميدل ايست صح اكسكلوسيف على خلي بكره احلى مع كوكا كولا فلازم نسمع تصفيق حد وكده ويلا عشان عندنا اكسكلوسيف لارا اسكندر هتغني لنا وبعدين هنسمع يعني كده وبعدين ممكن نعمل برضو يعني كده لا ليه بنعيط ليه وبعدين ممكن برضو نعمل كده يعني لارا مبسوطه قوي بالكبير وكده بص بقى هديك كيو ايه الكيو هو ده ميجا اف ام الاغاني على كبير سينج جو اهد ابتدي اتفضلي اوكي لاف بيردز لاف باندر يلا بينا ليتس جو Never climbed a mountain that's so tall Only for you, you Every summer, winter, spring I fall for you Cause the world's so small And I'm so in love You're all I know You're all I know So we should be like lovebirds in the backseat of your ride Lovebirds meant to be I love you, you love to look in my eyes Thank you لا بجد يعني لارا وبعدين ممكن اقول لكم حاجه بقى ثانيه بس عشان اقول النقطه دي لارا وهي بتغني يا جماعه شي سمايلينج هي بتبقى مبتسمه وهي بتغني كل كلمه هي بتقولها وهي مبتسمه فعشان كده تحس ان الكلام حقيقي لا بجد I'm very impressed ما شاء الله يعني amazing طيب لارا قلنا بقى انت لما بتيجي النهارده بعد زي ما قلنا انت اول البوم يمكن اكيد كل واحد بيبقى في اول حاجه بيعملها اول البوم لو مخرج سينما بيعمل اول فيلم لو اي حد بيعمل اول حاجه بيبقى عايز يعمل كل حاجه وعايز يطلع كل الحاجات اللي كان نفسه فيها وجانرز مختلفه وانواع غنى مختلفه وكده وحاجات وبعدين بقى يجي بقى الالبوم الثاني اللي هو بيبقى فيه نوع من انواع الماتيوريتي موضوع بينضج بتبقي بقى عايزه تشوفي شويه انت عايزه تحطي نفسك في انهي كاتيجوري حصل لك ده مع الالبوم الثاني؟ طبعا انا طول الوقت كنت بقول ان انا بالنسبه لي كل يعني المجال ده او انا ماي ميوزك مجرد اكسبيرينس يعني تجربه بعد تجربه اوكي يعني عملت اول البوم وفعلا عملت اللي انا كنت يعني سجلت اغاني انا كنت عايزه اسجلها ودلوقتي قررت انه اغير في الالبوم تغيري نوع المزيكا اغير نوع المزيكا ممكن ارجع تاني اعمل زي يعني بعد تاني البوم التالت البوم اعمل زي ما عملت في اول انتي اول البوم كان بوب اول البوم كان بيور بوب طب وتاني البوم هل هو مثلا اكوستيك او حاجه معينه ولا يعني مثلا يعني نوع تاني مختلف مثلا موسيقى وتريه اكتر ما فيهوش افكتس كتيره اهدى تاني البوم اللي عايزه اوضحه ان احنا هنعمل ان شاء الله السنه الجايه هنبقى نشتغل على تو البومز اوكي فهنعمل البوم هياخد وقت كتير شويتين يعني نشتغل عليه وهنعمل البوم كمان ان شاء الله هي يعني هينزل السنه الجايه كمان اوائل السنه اوكي نص اكوستيك
اوكي. فده اللي حلو. فاللي حلو انه اول البوم كان very produced و very pop طبعا, بيبقى مزيكا ودانس قوي قوي. طبعا البرودكشن هيبقى قوي قوي, انا يعني بحب البرودكشن الكويسه, بس هيبقى اكوستيك وانبلجد. فده اللي حلو انه الناس هيسمعوا, يمكن هيشوفوا ناحيه تانية من لارا. من لارا اكزاكتلي. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بالانجلش مش عارفه قوليها بالانجلش واحنا هنترجم ترجمه عادي يعني. اوكي. اتس فيري را, يعني حقيقيه. حقيقي جدا. فيري حقيقي, من غير رتوش من غير تزيين. زي ما انت غنيتي دلوقتي ده كايند اوف اكوستيك, ان انت بتغني بتبقى الاغنيه اكترها صوتك وعلى مزيكا هاديه الى حد كبير, فتبيني على فكره كمان قدرات صوتك اللي هي حلوه قوي. ثانك يو. هتبقى ذا جود ثينج ذو از هيبقى very artistic. يعني حتى الأغاني اللي كانت ممكن تبقى overproduced, احنا بنشتغل مع تيم شاطر قوي هيعرف يطلع ال artistic side of it. يعني هتقدر تسمع كل آلة موسيقية اللي بتلعب, هتقدر تسمع the production value, كل حاجة. يعني فعلا هنركز قوي في الصوت بتاع الألبوم الجاي إن شاء الله. في فنانين في العالم برضو, يعني انت يمكن قلت لنا على الانفلونسر بتاعتك او الناس اللي اتأثرت بيهم في المطلق الصوت القوي, بس في فنانين تحديدا في الموضوع ده بالذات في الأغاني اللي هي بتعتمد على الصوت فقط في unplugged, زي مثلا MTV unplugged وغيره, تميزوا ده جدا. مين برضو مثلا شفتيه في unplugged او في النوع ده من المزيكا حبيتي قوي او اتأثرتي بيه او بيها؟ Actually, عايزة أقول لكم حاجة. أنا ما فيش يمكن مغنية ومغنية ومطرب يعني مخصوص أو معين بيعمل كده. أنا اللي يعني I get more excited منه المغنيين اللي بيبقوا بيغنوا أغاني very overproduced, very pop, وبعدين يجوا يعملوا أو cover من أغنية تانية أو الأغنية بتاعتهم acoustic. يعني زي مين مثلا؟ زي إيه؟ أي مثلا أنا بشوف على يوتيوب, لو تدخلوا على اليوتيوب في session في لندن actually معروف قوي, كل المغنيين المعروفين بيعملوا covers acoustic للمغنيين التانيين. يعني أوكي. ممكن تلاقي مثلا ليدي غاغا بتدخل عملت cover acoustic لبيكسي لوت, او ريانا دخلت عملت لكولد بلاي, او مارون 5 دخل عمل لبيونسي. ده اللي حلو, بعدين بيوريك كمان انه ما فيش نفسنا بالضبط. بيغنوا البعض وبيغيروا اللحن شويه, التوزيع, which is really nice يعني. وبعدين بيوري ان هم they're musicians مش بس مغنيين. بالضبط, ان هم فنانين فعلا. عامة لازم نروح نسمع اغنيه ثانيه لارا, وهنسمع أغنية هي بتحبها قوي كمان قوي. Falling Out of Love, ونرجع لكم تاني على طول. I see.
بكرة أحلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريدة الخادم على ميجا أف أم. سماعة أحسن بكتير. لا كان عنده كرايسيس في السماعة. أنا كنت سامع الناس كانت بتتكلم تاني وكنت ما علينا. 1927 رقم يا نهار ابيض. بتعيب عليا لما بيبقى عندي انرجي اوفر دوز. 1927 في قهوه كتير اتضربت. 1927 رقم الاس ام اس وبتكلمونا على 8335962. انا اكيد متحمس تحمس شخصي جدا علشان اكتشفت الحقيقه ان لارا اسكندر زي ما هي شخصيه لطيفه جدا. وكنت انا كنت بصراحه يعني اعترف انا بدات اتفرج على ستار اكاديمي اعترف وما حدش يزعل مني بس لحاجتين شخصين شكري محمود شكري. محمود شكري كان بعدك. السيزن اللي انت كنت فيه الصراحه انا قعدت اتفرج ليه بقى؟ لانه طبعا محمد عطيه كان فينومينا. هو كان حاله خاصه فاحنا مش هنتكلم عن محمد عطيه بس تحديدا لما كانت لارا موجوده. شخصيه لارا بالباك جراوند بتاعها باختلافها عن كده وان هي مصريه وممثله بنات مصر بشكل حلو ده كان عامل لي سعاده رهيبه. غير طبعا انا كنت شايف يا جماعه انت ازاي بتتعاملي بطبيعيه وماي با ومش كان كلبك ولا كانت قطتك كانت مين معاكي؟ كانت كلبي كان اسمه ايه؟ بيكسي. هو لسه بيكسي موجود؟ مفيش بيكسي مش موجود. طيب ماشي فاحنا عرفنا بيكسي. بس عرفنا بيكسي وعرفنا حياتك وعرفنا ان انت يعني عرفنا ادق التفاصيل وانت تعملي منتهى الطبيعيه مش بتصنع. ده اللي كنت عايزه احييكي عليه وفضلتي على كده وانت دلوقتي انا قاعد معاكي انت زي ما انت وده صعب جدا على فكره. Thank you. انا I don't know. مش مختلفة. ما تقعدش تحرجها يا شيخ. لا مش بحرجك بس انت لا it's nice to hear. طبعا بس يعني ال طبيعتي دي اللي انت بتتكلم عليها it's been very good for me الحمد لله. وكمان it's gotten me into a lot of trouble. انا بس بتكلم المره دي بالانجلش عشان العربي مش عارفه اترجم. ان هي بتقول ان طبيعتها يمكن عشان هي لطيفه وجميله ولذيذه كده فده بيدخلها في مشاكل كتير. يعني الناس بتبقى دمتي معاكي يعني. ولا ايه؟ لا الواحد لما بيبقى على طبيعته جدا بيقول رايه قوي بيتكلم على يعني بيخلي كل حد يعرف كل حاجه عليه بيبقى طبعا الناس عايزه بيعمل مشاكل وبيلاقوا ماتيريال يتكلموا فيها. المشكله انت برج الايه؟ ساجيتاريوس. اوكي اهلا وسهلا. طيب عايزه بسالك على حاجه سايلنت مومنت. شايف عندي انبوت خالص في اللحظه على الساجيتاريوس؟ لا عموما على الناس اللي كل حاجه في الشارع طول الوقت يعني مش هفتح بوق انا في الموضوع خالص. مش هتكلم اطلاقا ولا انا هتكلم اطلاقا يعني ثلاثه هنا اساسا يعني في الشارع يعني يلا بينا ربنا يستر علينا يا جماعه. المهم بقى عايزين نسالك انت كسبتي الميركس دور توايس مرتين وانت نومينيتد مره وكسبتي ترشحتي مره وكسبتيها مره وبرده كسبتي الدي جي فاست. احكي لنا بقى دير جاست سوري دير جاست الاورد. احكي لنا بقى اكتر احساسك كان ايه لما كسبتي اوورد وان انت منهم ان انت رايزنج ستار نجمه صاعده في الوطن العربي احساسك ايه؟ انا بالنسبه لي اي جائزه بتيجي من تصويت الجمهور اهم جائزه. وال يعني ذوز اووردز جم من تصويت الجمهور فانا بالنسبه لي اي حاجه فيها انه الجمهور مش انه الجمهور يصوت ويكسب حد بس الجمهور يقدر الشغل والمجهود اللي انا بعمله وشايف ان انا استاهل انه ابقى في نفس الكاتيجوري زي كل الفنانين الكبار دول انا بالنسبه لي ده شرف يعني ده ما فيش اهم من كده. وانت كنت كمان من اصغر الناس اللي في يعني في الكاتيجوري اللي انت كنت فيها مثلا بالذات في الميركس انت كنت رايزنج ستار ان انت نجمه صاعده في الوطن العربي كان كل اللي موجودين معاكي كلهم اكبر منك سنا فان انت تبقي اصغر واحده فيهم وفتالي دي كانت تجربه حلوه قوي. بعدين الميركس ده سبيسيفيكلي كانت تجربه حلوه عشان كل الاوردز اللي اخذتها قبل كده كانت في مصر. فكان حلو انه يعني طلعت بره مصر و في لبنان في لبنان ورحت اوورد مختلف واتعاملت مع يعني شفت فنانين بحبهم قوي وشفتهم لاول مره هناك فيعني كانت تجربه طبعا حلوه قوي. طب مين بقى بما ان انت اتكلمتي على الفنانين مين الفنانين في الوطن العربي اللي انت تحبيهم مغنيين اذا كان رجاله او ستات؟ انا بموت في نانسي عجرم. اوكي بموت فيها واكشلي نانسي عجرم الوحيده اللي لغايه دلوقتي ما شفتهاش فعلا؟ الوحيده شفت اولموست يعني كل حد غريبه قوي. طب مين اكتر حد لما شفتيه كنت انت ستار ستروك؟ مين فعلا لما شفت مين؟ لا كان في كابل يعني
حاولت تفتكري عماله تفتكري بقى عماله تفتكري هنروح نسمع حاجه حلوه قوي 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 كلنا بنحب نسمعها كل يوم الاعلانات وهنرجع تاني على طول ورقم الاسماس هو 1 2 ما لازم عشان ناكل عيش بس قبل ما نروح الاعلانات انا بس عايز اعمل يعني تحيه جامده جدا في شخص قاعد حرام في اتنين قاعدين معانا ساكتين خالص تمام قاعدين كانهم جوست في المكان جوست اولا نرحب بشاري الكلاني وشاري يعني 1984 مانجمنت طبعا المانجمنت ويعني وهي سبب ان كمان لارا معانا النهارده فاحنا بنحييها وكمان برحب مصطفى جليل مصطفى عبد الجليل ومصطفى عبد الجليل هو يعتبر من اصغر الفانز بتوعنا بالظبط لو مصطفى عبد الجليل يا جماعه كل الديزاينز الحلوه قوي اللي بتشوفوها عندنا لكل الفانز كل السليبرتيز اللي جاي لنا يعني الديزاين بتاع لارا عايز اعرف رايك في الديزاين اللي عمله لك يا لارا انا اونستلي حبيت الديزاينز قوي الاثنين وانا حطيت one of the designs عندي على فيسبوك وعلى انستغرام كمان عشان كل حد يشوفها they're honestly amazing يعني برافو عليك مصطفى بجد موهوب جدا وعلى طول مزبطنا فثانك يو بجد يعني على طول كده تبقى مزبطنا وعشان كده هو قرر هو كان عايز بيقول انا قلت له انت عايز ايه طب انا مش عارف اعمل لك ايه مش عايز اخد فلوس مش عارف شايف ايه وبيعمل كده عشان حابب كده قال لي عايز ايه قلت له عايز ايه قال لي عايز اجي معاكم البتاع قلت له بس لارا سكانا جاي الاسبوع الجاي فانا شايف ان دي احلى حاجه تعملها تيجي معانا تحضر معانا فانت معانا النهارده مصطفى ميرسي اتكلم معايا كلنا عايز تقول ايه؟ لا اي حاجه ايه مبسوط؟ انا مبسوط جدا طبعا انت بتتكلم في ايه بجد؟ جدا والله ماشي بس خلاص كده هو مصطفى جايب له حاله يعني كالتشر شوك على وقف على سكت فاحنا هنروح اعلانات كتير عليا يلا بينا كده ونرجع هنطلع قبلك ونرجع تاني على طول خلي بكره احلى مع كوكا كولا مع شريف نور الدين وفريده الخادم على ميجا اف ام ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير وانت عطشان في حاجات ما بتتكلمش صوتها لوحده بيبسطك ولما تشوفها وسط التلج وهي بتملى كوبايتك شكلها لوحده هينعشك كوكا كولا عيش لانتعاش السنة الجديدة اشتري ب 250 جنيه من سبينيز وادخل سحب على قسيمة شراء ب 1000 جنيه فيصل بيحب يفاصل في أي حاجة ومع أي حد في البنزينة عند المصوراتي مع أبوه وحتى مع خطيبته لكن لما حب يشترك في النت وراح تي إيديته أنا عايز أشترك 6 شهور في النت وأدفع نص الثمن وأختار السرعة اللي تعجبني تحت أمرك يا فندم وأخد الراوتر ببلاش الراوتر هدية يا فندم تي إيديته عملت لك عرض النص بالنص 50% خصم على السرعات الغير محدودة وطلقة لمدة 6 شهور وكمان راوتر هدية يعني عرض من غير فصال اتصل ب 1937 تي إيديته إدي الإنترنت لأصحابه يا اهلا بكم في نشره اخبار بوجو بلس خبر عاجل روح دلوقتي للزوم بوت في 121 شارع النيل الدقي واستمتع بالمذاق الامريكي الرائع في مطعم روبي تيوزداي والاطباق الشرقيه واللبنانيه المميزه اللي هتاخد العقل في مطعم ايام زمان والبيتزا الشهيه من بابرز بيتزا وكمان لو معاك بوجو بلس هتحصل على طبقين بسعر واحد او اشتري بوجو بلس وانت هناك واستعمل اي عدد من الكوبونات في نفس الزياره نزل تطبيق بوجو بلس دلوقتي على موبايلك واستمتع بقسائم شراء مجانيه بقيمه 10000 جنيه مجانا او اتصل بينا على 16795 للحصول على نسختك من بوجو بلس يعني هتدلع نفسك واللي معاك في اماكن وماركات عالميه اتنين بسعر واحد لحد اخر 2015 واستمتع باكتر من 1350 كوبون في اقوى الماركات والعلامات التجاريه وخدمات تانية كتير يعني هتعيش حياتك مع اسرتك واصحابك بكوبونات بوجو بلس اتنين بسعر واحد في كل حاجه بتعملها او حتى نفسك تعملها بوجو بلس ضعف الاثاره ضعف التوفير اتصل على 16795 أباني للأساس بيقدم خصم حقيقي 20% على كافة المنتجات من يوم 4-12 لحد يوم 22-12 في كل فروع ومش بس كده كمان سحب على عربية وجوايز تانية كتير يوم 23-12 في فرع التجمع الأول بجوار السنترال موجودين أيضا في مدينة أرابيسكو مول و 6 أكتوبر المحور المركزي بعد ميدان النجدة للاستعلام اتصل على 011-0057-4 أو زوروا موقعنا abanifurniture.com أنا شفت الغولة بتلعب أولى حكيت لإخواتي وإخوات آية يبقى أنا فتاية؟ لا حبيبتي مش فتاية خالص عشان قالوا عمل أوبشن داي لموبينيل اللي ممكن تستخدميه جنب نظامك وتكلمي أي رقم موبينيل في أي وقت في اليوم حتى لو رصيد الجنيه واحد بس قالوا عمل اللي ما تعملش موبينيل دايما مع بعض ما
الصبح ولسه بدري واحلى حاجه انك تقوم وتلاقي الشمس طالعه ونسمه حلوه مفيش غيوم انزل والدنيا رايقه على عكس عادة كل يوم وشرطك تبقى خضرا وناس بتضحك هو في ايه صباحا ادخل للدنيا بقلب جامد يلا غني استنوني كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح في صباحك احلى على ميجا اف ام ماركو مراد صباحك احلى يلا نتقابل بالليل انا هطير بقى يا شباب عشان عندي برنامج طب على مالك يا سويلة ما تجريش ما تقلقش العجلة السلامة على طول متحكم ومسيطر مطمن وفي امان طول ما انت واثق في العجلة مع بيرلي بالعجلة السلامة مع بيرلي ومحمد سويلم كل يوم اثنين من 3-4 العصر على ميجا اف ام بالعجلة السلامة للإعلان على شبكة إذاعات راديو النيل ميجا اف ام راديو هيتس نغم اف ام وكالة صوت القاهرة الوكيل الإعلاني الحصري تليفون 333-750-22 فاكس 333-750-99 1-9 عايز اقول لكم بس حاجه يا باشا بس متفقين يعني سمعتوا الرو ده الرو ده هو عباره عن كلنا بقى بنرجعين نقعد بقى تاني في اماكننا وبتاع كلنا بناخد سيلفيز كتير قوي سيلفيز وبنتكلم وبنضحك بجد قاعدين احنا حاسين احنا قاعدين مع حد صاحبنا حد بجد قاعدين في الجامعه مش قاعدين بنشتغل بقى انا حاسه ان انا رجعت الجامعه مع لارا بصراحه ما تفهميش كده فبجد احنا مبسوطين جدا والانترفيو روحه حلوه قوي حقيقي يعني في مسج لارا لازم تقراها معلش بس ثانيه نزلوني فينها ايوه هي لازم تقريها اتفضلي بس عايزه اقول اللي بعت المسج ده يعني وي لافت ا لوت فشكرا تسلينا قوي المسج يقول طب الترجمه نازله امتى هاو ايفر جو لارا المره الجايه انا هجيب لكم حد جنبي يترجم لما انا والله يا لارا وحياه ربنا لا بس عامه انت بتتكلمي بالعربي اهو تمام ولا برافو اتمرن برافو عليكي اتمرن كل يوم قدام المرايه تعملي يعني بتعملي براكتس صح؟ لا بحاول اونستي بحاول اعمل براكتس وبالعكس وعارفه ايه الحلو كمان؟ ان انت مش عامله اللي هو لا وايه ده ومش حساسه على الموضوع دوت بالعكس انت بتحكي بيه وبتهزري بيه وعادي فدي حاجه حلوه بجد فانا بحييكي على دوت انا احنا معانا ماما حنان معانا ماما حنان على التليفون ازيك؟ الحمد لله مساء النور عليكي معاكي لارا هاي هاي لارا وحشتيني قوي قوي انت كمان ازيك يا حبيبتي بحاول من بدري والله اكلمك عشان اسمع صوتك اشتقت لك كتير انا كمان اكيد وحشتيني قوي يا لارا والله بجد انا بحبك جدا ومبسوطه ان احنا هنشوفك لايف وسعيده بيكي قوي وانت بتغني طلعت يا محلى نورها مش قادره اقول لك بقى ايه ده امتى حصل الكلام ده؟ ايه ده يا ماما حنان ده انت تعرفي حاجات انا ما اعرفهاش ولا ايه؟ لا بقت ابدعت بقى كل اللغات بتغني ما بتقولش عربي لا خلاص يعني هنخليها تغني عربي ما تقلقيش يا ماما العربي هنخليه للايفنت الكبير بتاعنا ان شاء الله انا حبيت اقول لك يا حبيبتي احنا كلنا معاكي وبنحبك قوي وعشان بس عيد ميلادك قرب عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه شكرا وانت طيبه ثانك يو سو ماتش شكرا طيب انت عندك انا بس في حاجه عجبتني قوي انت الفانز بتوع لارا هي عارفاهم بالاسم وعارفه هم منين طبعهم وعارفه هم منين كل حاجه يعني انا بقولها معانا تليفون معانا ماما حنان قالت لي من بورسعيد يعني هي عارفه التفاصيل ومش علاقتك حلوه مش فنانين يعني كتير كده جت ازاي العلاقه دي انا الحمد لله
يعني زي ما قلت لكم انا بالنسبه لي اهم حاجه الفانز بتوعي, فعلاقتي الحمد لله كويسه معاهم. في طبعا ما اعرفش كل الفانز, بس في فانز معينين بقالهم يعني كتير معايا كتير معايا, وحتى كنت بقول لكم لما بعمل الساينينجز مثلا هنا في مصر بيجوا, فانا عارفه بيجوا من فين, وانا مش بنسى, وانا عمري ما هنسى الناس اللي فعلا كانوا معايا من الاول, حتى الناس الجداد انا مش عايزه ديسريجارد يعني هم الناس الجداد يعني طبعا. صندوقي بالذات في الاول, فانا بالنسبه لي عايزين نسلم بس على فانز كتير عشان ما فيش حد يزعل مننا على افرح مع كوكا كولا الفان بيج. في محمد شكري بيقول لك انت احلى ستار, وفي سما علي لارش بتقول لك لوريتا لارا اسكندر از ذا توب تريندينج في مصر وي لاف يو, وبرده في علي يا فرج بتقول لك انت احلى ستار, ونهى ناصر ومين تاني, لا وفي كتير قوي يعني, في برده تاني نعمل ريفرش نعمل ريفرش, وفي محمد مجد الدين ومحمد الزيني واما لاب يعني وريم لارش رامي لارش سوري يعني لا ناس كتيره جدا جدا. طيب لارا اعتقد ان دلوقتي حان الوقت ان انا اسالك السؤال اللي احنا كلنا هنا متجمعين علشان نساله لك, وعشان انت تعملي اعلان لاول مره على السربرايز او المفاجاه الاكسكلوسيف اللي انت عاملاها للفانز بتوعك, عاملاها للناس اللي بيحبوك, كمان عاملاها للشرق الاوسط بشكل عام. انت بتقدمي حاجه مختلفه وبتقدمي حاجه جديده, انت بتقدمي كونسرت حفله تفاعليه لاول مره, اتفضلي اشرحي اشرحي يعني ايه كونسرت وحفله تفاعليه. اوكي يلا الكونسرت هو اسمه Love and Forget. اوكي حبي وانسي. ماشي شفتوا ازاي سلام على الترجمه يا لارا, يعني ايه ده ثانك يو يعني ايه حبي وانسي, مش لو نسيتي مش هتعرفي تحبي يعني, مش فاهم تحب وبعدين تنسى شريك مثلا, تحب اللي عاوز تحبه وتنسى اللي بيزعلك. يا سلام على الحكم. لاف اند فورجيت ماشي. ايه موضوع الكونسرت؟ فهشرح لك كمان ليه حبي وانسي جست بيت باي بيت بس. يلا فالكونسرت هيبقى اول كونسرت في الوطن العربي اونلاين, و interactive concert. interactive زي ما قلتوا تفاعلي. تفاعلي ايوه الكلمه دي قولي تاني. تفاعلي تفاعليه اضطريت تقولي كتير الفتره اللي جايه, قلتها صح تفاعليه ايوه. و يعني الكونسبت بتاع الديجيتال كونسرت ده انه وانت بتتفرج هتقدر تتعامل معايا او تتعامل في كونسرت اكنك في كونسرت, هتقدر تسقف هتقدر تشجع وانا في الليفنج روم وانت في الليفنج وانت في البيجاما كمان. ازاي فبيسكلي لو الناس دخلوا على يوتيوب واتفرجوا على الفيديو البروموشن الانفيتيشن فيديو هيلاقوا الرولز او مش عايز اقول الرولز بس الدايركشنز. ممكن يسقفوا يعني بيدوسوا على حاجه يسقفوا بيدوسوا على حاجه بيولعوا زي ولاعه كده او يعملوا نور, وممكن يعملوا شير مع صحابهم اي اغنيه, ممكن يبعتوا مسجز, وممكن كمان في اوبشن بعدين ان اقدر امضي على الالبوم الجديد. اوكي فهيجي لهم اكسكلوسيف فور ذا فيرست تايم. طب ممكن اسالك سؤال, انت هتشوفي الحاجات دي كلها وانت في الكونسرت لايف؟ يعني كل حاجه هتبقى دايركت, فا يعني هشوف. انا بقالنا كتير قوي بنشتغل على الكونسرت ده, فانا بالنسبه لي طبعا ريسك بس ان شاء الله. بس انت اول واحده تعمل الموضوع ده في الوطن العربي. في الوطن العربي يعني فده واللي حلو فيه انه كل حد ممكن يتفرج عليه, ولا حد لازم يطلع من بيته, ممكن تبقوا لابسين البيجاما قاعدين في الليفنج روم مع صحابكم لوحدكم اي حاجه, كل الريتكس بقى يقعدوا مع بعض كل بما ان السفره مبقاش اسهل حاجه اليومين دول الحقيقه ما علينا. طب بقول لك ايه سؤال, هتقدمي ايه في الحفله دي؟ في الحفلة دي هقدم أغاني من الألبوم بتوعي اللي هو القدام ولا الجداد؟ القدام. أوكي بس الكونسرت كله عبارة عن أكوستيك, فهيبقى كل حاجة يعني with instruments, يعني ولا حاجة بمزيكا already produced. كله يعني هيبقى لايف وصوتك ومزيكا إلى حد ما وكمان فهيبقى أغاني يعرفوها, هيبقى هعمل كفرز, هعمل اثنين كفرز بالإنجليش بوب معروفين قوي, واحده منهم بيرن بتاعت الي جولدينج. اوكي وانا بقول لكم على الاغاني اللي اوريدي نزلت في البرومو, مش هقول لكم على الباقي. اوكي وفي كمان مدلي اغاني معروف يعني معروفه قوي بالعربي, ثلاث اغاني وواحده منهم طلعت مع احلى نورها اللي نزلت في البرومو. اوكي وطبعا اهم حاجه انا بالنسبه لي في لاف بيردز الاغنيه الجديده بتاعتي كمان هتطلع اكوستيك, عشان الاوريجينال بقى هتطلع بعدين. احنا هنفاجئهم بالاكوستيك لاول مره في الكونسرت وبعدين تنزل الاوريجينال. اكزاكتلي طيب الكونسرت دي تاريخها امتى؟
الكونسرت هيبقى يوم الحد 14 ديسمبر الساعة 8. اوكي. يدخلوا على www.loveandforget.me. انت اللي كاتبه كلماتها؟ لا نو مور مش واحده من الاغاني. okay. بس انا عندي رول لما انا مش بكتب كلام الاغنيه لازم اختار اغنيه انا يعني I can relate to it. بحس بيها بتفاعل معاها. او ساعات لما بشتغل مع سونج رايترز بطلب بتكتبي انا عايزه اغنيه عن كذا مثلا. فنو مور انا بالنسبه لي شايفه انه كانت اغنيه مهمه قوي احطها على الالبوم عشان هقول كلمه بالانجلش ونترجم بقى بالعربي. unrequited love يعني لما حد بيحب حد والشخص ده مش بيحبه بيعامله كصديق. ويعني لما الحب بيبقى من ناحيه واحده. يعني حب من طرف واحد. اوكي. فانا شايفه انه يعني انا اللي شفته في حياتي ومع صحابي انه ده موقف البنات بيتحطوا فيه كتير قوي ساعات. okay. انه بنحب حد مش بيحبنا ومش بيشوف مش شايفك بنفس الطريقه. فانا بالنسبه لي it's one of my favorite songs على الالبوم. اوكي. No more. هنروح نسمع No More وبعتولنا عشان خلاص فاضل دقيقة. يعني دقيقة على نهايه الحلقه. للاسف الوقت جري معاكي بسرعه يا لارا. مع كوكا كولا مع
شريف نور الدين وفريدة الخادم على ميجا اف ام. وخلاص للأسف وقتنا بيخلص، فخلي بكرة أحلى مع كوكا كولا. كان معانا النهاردة لارا، بس أنا عايزة أقول لك حاجة. أنا سمعت كده إنك بتغني شعبي، فأنا عايزاكي تغني لنا يعني قطعة صغيرة، جزء صغير، حاجة شعبي. أنا سمعت إنك بتغني شعبي، مش هتمشي من هنا غير لما تغني شعبي. ده بجد؟ أه احكي لنا. الله، لا اصل يا جماعه لارا اسكندر بتغني شعبي، ده حوار. وش شعري دلوقتي جالها شوك، حياتها هي كانت عارفه. وانت في طماطمايه مبدئيا قاعده قدامي، طماطمايه خلاص حالا يعني سلطه دلوقتي. هتغني لنا شعبي يا لارا؟ انا شعبي ما اعرفش اغني. يا سلام، يعني يور لاينج، بتنط من عينيكي. لا لا فكرني بناس. لا لا غني لنا حاجه. انا خالص اتناقض. سعد الصغير مثلا، العنب. العنب طبعا الاغنيه يعني طب يلا 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 معاكي. يلا يلا اوكي، تعمل الفيرجن بتاعتي. يلا بينا. الاجنبي اوكي يلا. اتفضلي اتفضلي يلا. فكهاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا، بصراحه الفاكهه بخير وببيع واشتري بضمير. هو ايه العنب؟ العنب 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 احمر. خلاص ثانية واحدة، لازم نختمها بكده. اصفر واخضر، في حاجات كتير ينفع في شتاء او صيف يعني معروفة يعني. كان لازم نتغرط لك. ثانية واحدة، انا عاملها حاجة تانية. كان لازم يتصور. لا انا عاملها كده. ازاي ما صورتها؟ ايوه. ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ وفي عسل برضه. استنى، مفيش في عسل؟ في عسل؟ عسل عسل قوي. عسل 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 عسل. لا بجد يعني، لا وشعبي. طب ما تعمل لنا اغنيه شعبي يا لارا. ما اعمل ليه؟ لا يلا والله يلا يلا. عايزين يا جماعه لارا تعمل اغنيه شعبي. هنعمل فوت بقى. اللي عايز يا لارا تغني اغنيه شعبي يا ريت يعمل فوت. انا رفعت اتنين ايدين. وانا كمان، عشان انا عاجبني الستايل الشعبي بتاعك. اخر اغنيه هتكلم عنها واخر اغنيه هختم بيها الانترفيو دوت. طبعا انا بعتذر لكل الناس اللي كانوا حاولوا ان هم يكلمونا ما عرفوش يوصلوا لنا. احنا كان عندنا تليفونات كتيره، كان عندنا اسئله كتيره. اخر اغنيه هتكلم عنها هي ايجيبت، وعايز اعرف الاغنيه ديت انت لما غنيتيها انت كان عن يعني ما اعتقدش ان زي ما انت قلتي انت لما بتغني اي حاجه بتحسيها. ما اعتقدش ان انت غنيتيها بس عشان خاطر لازم اغنيه عن مصر، عشان لازم اغنيه عن مصر وكده. انت ايجيبت دي بالنسبه لك الاغنيه دي ليه؟ الاغنيه دي من كلامي انا. اوكي. فذيس از ون اوف ذا سونجز على الالبوم انا كتبتها، وكانت طبعا بعد الثوره. وكل حد كان بيغني اغاني ليها دعوه قوي بالسياسه، وكان كل حاجه ليها دعوه بالسياسه. انا ما كنتش عايزه اعمل كده عشان انا ماليش في السياسه. انا كنت يعني حزينه على بلدي، وبالعكس في الوقت ده كنا كلنا يعني very positive، كان في امل كتير وكل ده. فحبيت اكتب اغنيه عن الموقف ده عن مصر وبطريقه نيوترال قوي يعني. طب بما ان مش يعني ممكن تقول لنا كلامها معناه ايه بالعربي سريعا قبل ما نسمعها؟ بالعربي اترجم لك. لا 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 يعني معناها يعني ايه المعنى يعني اللي بتحاول توصليه من الاغنيه دي؟ يعني بيسكلي المسج ورا الاغنيه انه اللي كان بيحصل كانت حاجه كل يعني الناس كانوا فعلا عايزينها وما كانوش عارفين ازاي يوصلوا للهدف ده. بس وات ايفر لازم نفتكر انه مصر طول الوقت كانت بتحطنا قبليها يعني قبل. always put us first. فاحنا دلوقتي لازم نعمل العكس يعني نحط مصر قبلينا احنا. بالظبط. هو ده كان يعني معنى الاغنيه. حاجه اخيره عايزين نقولها ليها علاقه بالحفله بالكونسرت. أيوة. هي انه هيتم اختيار بعشوائيه يعني اي حد هيعمل هيشتري تذكره مجانيه. عشان كده لازم يجيبوا تذكره. بالظبط كده يعني ممكن يتفرجوا عليها بس لازم يجيبوا التذكره. في حد واحد بس هتختاروه هيكسب وهيقدر يسافر، هتسفروه ان هو يشوف لارا وذر بقى في مصر او في لبنان ان هو يقابلك. ايوه. وانا I'm really excited but I can't wait اشوف مين الشخص الكسبان. ده عامة بجد نورتينا النهارده وكنا مبسوطين جدا ان انت كنتي معانا النهارده، ولازم تيجي تاني لما تعملي اللانش للالبوم الجديد ان شاء الله. اكيد اكيد. وبجد we're very happy ان انت كنتي معانا. انا مبسوطه قوي. Thank you so much. Thank you so much. انبسطتي؟ وغنيتي شعبي. انا غنيت شعبي. عملتولي مفاجاه حلوه قوي. وكان حلو ان احنا نشوفك ونسمعك على ميجا اف ام، لان يعني ميجا اف ام يمكن لها طبيعه شويه ممكن مختلفة. تكون مختلفه. وكان حلو قوي ان احنا نشوفك لارا اسكندر، نشوفها لاول مره على ميجا اف ام. انا فخلي بكره احلى مع كوكا كولا.
ميرسي جدا ليكي نورتينا، وعايزين نشكر مصطفى الهادي طبعا على الاعداد، ميرسي جدا ليك وعلى المفاجاه كمان عشان انا شفته لما خلاص اشوفك خد بالك انت معانا العصفور بتاعك كل حاجه بس مدكن. دي كانت لارا التندر يا جماعه، نورتونا، فخلي بكره احلى مع كوكا كولا، استنونا هنجي لكم بكره في نفس البعيد. باي باي can't believe.